سلام ومرحبا بكم. اليوم معايا في هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله الموضوع حول الحجر الصحي لاي ببغاء جديد. ف اليوم ان شاء الله غادي نقوم اعطائكم خمس خطوات او حيل اللي هي مهمه اللي خصنا نتبعوها الحجر الصحي لهاد النيو بيرد او لهاد الببغاء الجديد. ففين كتجيب طائر جديد للمنزل فانت ما كتعرفش الحاله ديالو الصحيه او انه يمكن انه يحمل بعض الفيروسات او امراض معديه بالنسبه للطيور الاخرى. وهنا يعني فاش كنقول حجر صحي، هذا للناس اللي عندهم اكثر من ببغاء واحد. اما الا كان عندك غير هذاك النيو اللي جبتيه، داك الطائر الجديد عندك غير واحد فقط، فهنا ما ماشي مشكل. دونك هنا كنتكلموا على الناس اللي عندها طيور اخرى وجابت ببغاء جديد للمنزل. سو اشنو غنعملوا في ال 15 يوم حتى ال 30 يوم الاولى؟ وهو خصنا نبعدوا هذاك الطائر الجديد، سواء كان صغير في السن او كبير في السن، او اللي كنسميهم ريسكيو، يعني الكبار في السن اللي كنجيبوهم. اول شيء هو اعداد القفص المناسب لهذا الطائر، واللي لازم يكون مريح بالنسبه للحجم ديالو، وخصو يكون فيه كل ما يحتاج له الطائر. ثاني شيء فين غنوضع هذا القفص؟ بالنسبه لي انا شخصيا عندي غرفه للطيور، ولكن بالنسبه للطيور الجديده اللي كنحضرها للمنزل، مثلا حضرت طائر جديد، فانا غادي نحتفظ به في مكان اللي كنكون انا متواجده فيه، مثلا بحال غرفه الجلوس. علاش؟ باش يكون قريب مني وفي نفس الوقت بعيد على الطيور الاخرى، ولكن قريب مني. هذا هو الامر المهم. علاش؟ باش كنبدا معاه يعني كنبدا معاه بناء الثقه وبناء العلاقه والتدريبات او ميم طون، وكنبدا كنتقرب منه. والمهم يعني المهم من هذا الامر هو انه الطائر الجديد كتبعدوا على الطيور الاخرى وكتقربوا منك انت، سواء في غرفه المكتب او غرفه المعيشه او الى اخره. ثالث حاجه وهي عرض الطائر على الطبيب البيطري ونعمل له الفحوصات، وهذه شي حاجه اللي ما كيديروهاش بزاف في العالم ديالنا العربي، ولكن خصنا نبداو الصراحه نغيروا ديك العادات ديالنا السيئه اننا كنجيبوا الطائر وكيبقى هكاك على الله حتى كيموت. دونك الانسان يكون شويه يعني عنده روح المسؤوليه، الا جبت الطائر نعرضه على الطبيب البيطري، نعمل له الفحوصات اللازمه، نتاكد انه بصحه جيده. لانه علاش؟ في بعض الاحيان اذا كان عنده مثلا مرض الريش، مثلا اللي هو البي بي اف دي، اللي هو مالادي دو بيك دي بلوم، او لا كنقولوا بالانجليش سيتاسين بيك ان فيذر ديزيز، هذا مرض فيروسي قاتل. حنا كنشوفو بارفوا كيجيب شي واحد طائر وكتمر واحد المده اللي هي ماشي طويله والطائر كيموت، ما كتعرفش انت شنو من فيروس كان عنده. ربما عنده هذا الفيروس هذا ديال بي بي اف دي، واللي هذا غنتكلم عليه فيما بعد لانه موضوع شويه كيطول في الشرح ديالو. وكذلك اذا كان طائر مثلا ربيته فرخ صغير في السن، فنسال المنتج، نسالو على الوالدين ديال الطائر عن اصله وفصله، واش هذوك الوالدين ريسكيو، منين جابهم، شنو، واش عندهم شي اعراض غير طبيعيه. المهم نسال المنتج. سو اذا عملت هذا الشيء كله هو وعرفت انه الطائر خالي من الفيروسات وبصحه جيده، فممكن يختلط مع باقي الطيور يعني في مده اللي هي قصيره، ولكن
اذا كان العكس فمن الافضل انني نخليه مده طويله بوحده. رابع حاجه وهي غسل اليدين. فهذا امر كننساوه في غالب الاحيان، فاي واحد عنده طيور في المنزل تاعو وجاب طائر جديد فممكن تحمل مثلا الطائر الجديد في يدك ومباشره تمشي تلعب مع الطيور الاخرى. ونفس الشيء عند لمس الاقفاص او الالعاب او اي شيء يخص الطائر الجديد، فغسل اليدين شيء يجب الا ننساه، وكذلك غسل الاطباق ديالو جيدا ونغسلهم سيباري على الاطباق ديال الطيور الاخرى. خامس حاجه وهي اذا كنتي باغي تعمل التزاوج، فمثلا عندك مثلا الذكر مثلا وجبتي الانثى وعملتي لها الحجر الصحي، فبعد هذا الحجر الصحي اللي تاكدتي انه طائر بخير وانه بصحه جيده، فشنو نعمل؟ نعمل الاقفاص. اول شيء نعمل الاقفاص جنب بعضها، يعني ما نوضعوش مباشره قفص واحد مع الطائر الاخر. اول شيء نحط الاقفاص جنبا الى جنب ونخليهم يتعودوا على بعضهم ويتعودوا على الاصوات ديال بعضياتهم، ونخليهم تكون عندهم ديك الرغبه باش يكونوا مجموعين، حتى نلاحظ عليهم انهم كيتقربوا من بعضياتهم من اقفاص سيباري، انهم كيقربوا لبعضياتهم، عاد نعملهم قفص واحد. سادس خطوة وهو اللي مهم من هاد الفيديو كامل ومن هاد الحجر الصحي اللي كان عمله، وهو تكون عينيك على الطائر اذا كان مريض او اذا كان متعب او فيه اي شيء غير طبيعي. وان شاء الله غادي نعمل فيديو حول الموضوع، يعني كيفاش نعتني بالطائر اثناء الحجر الصحي وكيفاش نعرف اذا كان الطائر مريض. وهذا ما كان لهذا النهار هذا، وشكرا على المشاهده. ولا نسيت شي حاجه عملوها لي في لي كومونتير، لانه انا ديجا عملت فيديو حول هذا الموضوع، عندي فيديو قديم حول هذا الموضوع ولكن افكار اخرى، يعني كل مره كنتفكر افكار جديده كنحاول يعني نوضعها هنايا باش الناس يستافدوا منها. واني anyway، شكرا على المشاهده والى فيديو قادم ان شاء الله.